ايه توحشتهم كيف يا وقت؟ تعرفوا انا عشان يتوحشوا. ايه يا جبريه، صله رحم كله بثوابه. من اللي قالك تكلمي عمك يا ست؟ قلت يجي يشوف اخوه في المستشفى. يا سلام، قلتيلي مالكيش كبير ماشيه بدماغك كده؟ عادي يعني يا ماما، هو انا عملت ايه؟ هو ايه ده اللي عادي يا ريتال؟ انت مش عارفه ان عمك ومرات عمك هما السبب في اللي ابوكي فيه ده؟ انت ايه دماغك فيها ايه؟ انا عايز افهم. مفيش حاجه، واحنا مش عيله ولا ايه؟ انا قلت يجي يشوف اخوه ويسال عليه. انا عملت الصح يا ماما. يا سلام، الصح يا ماما، ما انت عارفه اللي فيها. هو لازم يجي يشوف اخوه يا ماما ويشوف هو عمل فيه ايه، ويعرف ان جوز العقارب هم السبب في اللي هو فيه، يمكن يفوق. انت دماغك دي ايه يا بت؟ سم بس عاجبني تصدقي. ماما انا عارفه ومتاكده ان عمي ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده. المشكله في جوز العقارب، هما السبب في كل حاجه، وعارفه ومتاكده كمان ان هما ما بيحبوكيش ولا بيتوقوا يسمعوا اسمك. بس احنا هنا عندهم مصالح، لينا فلوس كتير قوي، هنسيبها؟ نسيبها يبرطعوا فيها ونقف نتفرج عليهم كده عادي؟ مش هيحصل. أنا عارفة هما كانوا جايين هنا يعملوا إيه. أنا مش هبلع العبيطة يا ماما عشان أتصل بعمي عشان يجي يشوف بابا. إحنا مش مستنيين منه حاجة. بالعكس، أنا كنت عايزاه يجي يقعد معانا. نشوفنا ويشوفه. أصل زي عمي ده أنا عارفاه كويس قوي. لازم يحس إن هو الكبير. عارفة لو حس عكس كده يتجنن ويقلب الدنيا وحواليها. خرب بيت عقلي. أنا كنت تايهة عنك فين يا بت؟ الكلام الكبير قوي اللي في دماغك ده؟ قولي لي يا ريتال، بتخططي لإيه وبتفكري في إيه بالظبط؟ في إيه يا مرتال مالك؟ تحب أقول لك إحنا لينا كام عندهم بالمليم؟ بس بس يا بت، ولا مليم ولا ملايين. يا نهار أبوك يا أبيض. قالوا أنا اللي كنت فاكراكي هبلة وعبيطة وبتجري ورا الواد المعفن ده بوريالة. ده انت طلعتي مصيبة. بوريالة ايه يا ماما؟ ده مليونير. وبعدين الفلوس بتحب الفلوس. انا اللي كنت هاخده على حجري مش هو. ايه ده؟ انا زي ما كنتش واخده بالي منك. ده انت طلعتي بيت بميت راجل. انت خلاص هتبقي دراع اليمين. خايب الرجا بقى يا ماما اللي انت بتقولي عنه ده. كان فاكر نفسه ان هو هيقدر يتحكم فيا، او يعني يقدر يزود استثماراته على حسابي. عبيط، ما كانش عارف هو بيتعامل مع مين. وحياتك انت، وحياتك انت يا كريمه اللي خليه يقول جاي. اما ابن الكلب بقى اللي لهف فلوسنا ده ونصب علينا، هيجي وهخليه يسف في التراب. لا استني عليا شويه بقى وفهميني ناوية تعملي ايه بالظبط. احنا ننزل دلوقتي نرحب بعمي ونقوم معاه بالواجب ونقول له انت النجدة اللي جات لنا من السما، واحنا ما نقدرش نستغنى عنك. ونخليه يحس كده ان هو لو اتهزت كرامته يتجنن. يا بنت الشياطين. بقول لك ايه، سيبك بقى من شهد وزينب، دول مش فاهمين اي حاجه. طب بقول لك انت ايه بقى يا حبيبتي، يلا ننزل نرحب بيهم ونعمل معاهم الواجب والصح. مش يا كراميل. ده انت اللي كراميل. يلا. عيني يا عيني، شايفه العز اللي كريمه عايشه فيه وتقول لك فلسنا؟ ده القصر ده بحق الارض اللي عندنا كلها. انتي هتقولي لي، ما انا عارفه كريمه وكهنها وقلبها الاسود. اقعد ياما شويه، رجلك هتوجعك من الوقفه. لكش صالح انت. ودي حسن، تعال ما اقول لك.
نعم يا عمتي. ما تعرفش يا واد متر الارض في المنطقه دي يجيب كام؟ في المنطقه دي؟ ايوه. لا ما عنديش فكره والله. ما عندكش فكره؟ اه. ولا مش عايز تقول؟ ما انت عامل زي ابوك من غير ما تسال. شكله غالي قوي قوي. عمتي وحشتيني قوي قوي، شفت اللي حصل؟ تزعليش يا اختي، بكره يطيب ويبقى زي الحصان. يسمع من بقك ربنا يا مرات عمي، ادعي له بس انت. بدعي له يا حبيبتي، بدعي له من قلبي ربنا العالم. والله يا عمتي لما تعب اول واحده سال عليها انت. انا؟ اه والله بيني وبينك يعني كان بيقول ان هو مزعلك وان هو خايف يحصل له حاجه يعني وانت زعلانه منه. اه مزعلني وقلبي غضبان عليه، انا صريحه وبقول اللي في قلبي. خلاص يا فوزيه مش وقته الكلام ده. انا قلت كده برضو يا مرات عمي، عشان كده قلت اتصل بيكم تيجوا تطمنوا عليه يعني عشان لو حصل حاجة يبقى ميت وهو مستريح. تفي من خشمك يا ريتال. معلش يا حسن ما كنتش بالي منك خالص، ازيك؟ أنا كويس ولا يهمك، أنا مقدر اللي أنت فيه. كملي كملي. إن شاء الله هيبقى كويس يا أخويا. لا يا حميتي ما تجيش تسألي علينا، ما تجيش تسألي علينا إلا في المصايب. بنبقى نفسنا نشوفك تيجي تقعدي معانا وتطمني علينا. بصريح العبارة كده؟ أمك هي السبب. يا فوزية اكتمي، أقول لها مش وقته يا بنت. أمال فين شادي وزينب؟ شكلهم كده مش عايزين يسلموا علينا. ليه بس يا مرات عمي؟ أبدا والله، ماما طلعت تنادلهم ونازلين دلوقتي. يلا خشي يا بنات سلموا ورحبوا بأهلكم. أهلا أهلا. إزيك يا عمتي؟ إزيك يا حبيبتي؟ وحشتينا. إزيك يا عمتي عاملة إيه؟ إزيك يا مرات عمي؟ إزيك يا حبيبتي؟ إزيك يا حسن وحشتينا؟ تمام زي الفل. ازيك يا حسن عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله اهلا بيكي. امال عبد الحكيم فين؟ دخل المكتب مع السكرتير ده. اه طبعا اذنه. ما شاء الله الفيلا جميله وفيها جنينه كمان. ما تيجي يا ريتال تفرجيني الجنينه. ماشي حسن تعال. اتفضل. نورتي يا مرات عمي. عيش يا حبيبتي. نورتي يا عمتي. شكرا يا حبيبتي. شوفي الجنينه.